السلام عليكم متابعي مصر زمان. كلامنا النهاردة عن قهوة الفيشاوي، أشهر وأقدم قهوة في تاريخ القاهرة. مقهى الفيشاوي هو أحد مقاهي القاهرة الشهيرة، ويقع بحي الأزهر، ويعد من أقدم مقاهي القاهرة، حيث يرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1797. اتخذ المقهى شهرته وبريقه بفضل الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، الذي كان الفيشاوي مقهاه المفضل، حيث شهد المقهى الكثير من المسودات الأولى لرواياته، وكان بمثابة فضاء حي يلتقي فيها أصدقائه ومحبيه من الكتاب والفنانين وبسطاء الناس. يقع المقهى في أحد الأزقة الضيقة لمسجد الإمام الحسين بمنطقة الأزهر في قلب القاهرة الفاطمية بمنطقة خان الخليلي، ويرتاد مزيج من المصريين والسياح العرب والأجانب من كل الجنسيات، الذين يبهرهم جو المقهى الشرقي الخالص بمواده الخشبية المشغولة ومقعده الأشبه بالأرائك العربية والمرايا المعلقة على جوانبه ذات الأطر الخشبية المشغولة بالصدف. رغم أن خان الخليلي أصبح مليئا بعدد لا حصر له من المقاهي ذات المستويات المختلفة، وبعضها يطل على مسجد الإمام الحسين، والبعض الآخر يطل على شوارع رئيسية، إلى أن أحد منها لم يستطع أن ينافس الفيشاوي في شهرته، حتى إنك تجد بعض المقاهي الأخرى خالية من الناس وعمالها يدعون الزبائن للجلوس بشتى الطرق. قد لا تجد كرسي خالي في الفيشاوي، وقد تضطر للانتظار لبعض الوقت حتى تخلو أي مائدة. يشتهر المقهى بالشاي الذي يقدمه سواء الأسود منه أو الأخضر، حيث يقدم فيه إبريق معدني صغير تفوح منه رائحة النعناع على مائدة معدنية صغيرة، كما تقدم فيه الشيشة بنكهات مختلفة، وهو أكثر شيء يقبل عليه مرتاد الفيشاوي خاصة من الأجانب. بدأ مقهى الفيشاوي ببوفيه صغير أنشأ الحاج فهمي علي الفيشاوي عام 1797 في قلب خان الخليلي، ليجلس فيه رواد خان الخليلي من المصريين والسياح، واستطاع أن يشتري المتاجر المجاورة له ويحولها إلى مقهى كبير ذي 3 حجرات. كمان الحاج فهمي الفيشاوي كان في توة الحسين، هنتكلم عنه في فيديو تاني. نرجع تاني للقهوة. أول غرف المقهى غرفة الباسيفور، وهي مبطنة بالخشب المطعم بالأبانوس، وهي مليئة بالتحف والكنب العربي المكسو بالجلد الطوبي، وأدواتها من الفضة والكريستال والصيني، وكانت مخصصة للملك فاروق آخر ملوك أسرة محمد علي في رمضان وكبار ضيوف مصر من العرب والأجانب. وتاني الغرف أطلق عليها التحفة، وهي اسم على مسمى، وهي مزينة بالصدف والخشب المزكرج والعاج والأرابيسك والكنب المكسو بالجلد الأخضر، وهي خاصة بالفنانين. أما أغرب الحجرات فهي حجرة الكافيه، وكانت الأحياء الشعبية في النصف الأول من القرن العشرين تتجمع كل خميس من شهر رمضان في الكافيه عن طريق شخص يمثلها من سماته خفة الظل وسرعة البديهة وطلاقة اللسان والسخرية، فكان يبدأ ثم يرد عليه زعيم آخر يمثل حي آخر، ويستمران في المناسبة الكلامية حتى يسكت أحدهم الآخر. من أشهر رواد المقهى جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وعمرو موسى أمين عن جامعة الدول العربية، الذي اصطحب معه عدد من وزراء الخارجية العرب. كما قامت إحدى المحطات التلفزيونية الفرنسية بالتسجيل مع الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بالمقهى، كما يحرص العالم المصري الحائز على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل على زيارة المقهى كلما كان في القاهرة ليتناول الشاي الأخضر. ومن زبائن المقهى من الفنانين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وسامح أيوب
وكمان الشناوي وعزة العليلي وفاروق الفيشاوي وليلى علوي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وعادل أدهم وأحمد زكي وكمان محمد هنيدي ومنى زكي وحنان ترك وأحمد السجة وأحمد حلمي وغيرهم. هي دي حكاية قهوة الفيشاوي. شكرا لحضراتكم وشكرا لحسن